الحجازي دسوقي واحد يسأل يقول هل الإمام الشافعي هو الذي وضع علم الفقه؟ علم أصول الفقه. يقول وهو يقول الدليل ان كتاب الرساله الفه. ايوه الرساله والام فقه والرساله اصول. صحيح؟ أيوة. يعني قبل مالك وقبل حنفي والحنبلي. اول من وضع اصول الفقه الشافعي. زين اسلع اسئله سريعه مولانا. الوالد كان اول سيد يوسف اذا مر على مقابر يقول السلام عليكم بالصالحيه المباركيه السوق شارع عبد الله السيف الشارق شارع خالد بن الوليد مقبره مدوف فجحان هلال مطير على البحر يقولون السلام عليكم دار المؤمنين انتم مستابقون احنا العقون يغفر الله لنا ولكم الفاتحه والصمديه. الحين ذاك اليوم واحد طالع لنا فيديو يقول لا يقول ما تقول السلام عليكم دار المؤمنين الا لما تدخل المقبره. صحيح؟ ليه؟ وانت مرر عليهم ما تقولش يعني؟ لا يقول بدعه. السؤال الثالث هل صحيح ان سيدنا ونبينا شفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم زار البقيع بالليل؟ الدكتور رمضان فياض يقول لا يقول انه هو دفن عبد الله ذي البجادين في الليل. اي يقول دفن بس ما كان يزور بالليل. وكان يزور بالليل؟ ايه بالعكس السيده عائشه لما افتقدته ليله نصف شعبان ايوه كان في البقيع. الله أكيد؟ والله طب ما تشوف الحديث جاء أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي وهذه يدي التي جنيت بها على نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إزاي بقى؟ إنزين مولانا شنو الفرق بين السنة والعام؟ السنة إيه؟ فيها جد والعام في خيل لأنه جاي من العم في البحر والبحر أغنى من البر. تزرعون 7 سنين دأبا يعني مجاهدين فما حصدتم فذروه في سنبل ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصر. وقال ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين. وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لأن 50 عام هي اللي أخمرت. من عندك شروط في الجرد؟ في إضافة شيء سيدي؟ لا هو يعني السنة حق البعيد والعام حق القريب. لا السنة اللي فيها جد والعام فيه خير. السنة اللي قبل ما انت فيه، العام هو الذي انت فيه. والله يعني ان جبريل كان يعني السنه العام. ايوه العام السنه هاي ولا السنه العام اللي انت فيه؟ نعم العام اللي انت فيه لكن السنه اللي مضت. نعم شكرا سيدي.